ينضم إلينا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا. مرحبا بك خالد. يعني طوال هذه الأزمة وكان واضحا أن الخط الذي تبعته الصين إلى حد ما مختلف عن الخط الذي تبعته فرنسا فيما يتعلق بالحرب الدائرة الآن على قطاع غزة، هل يبدو أنه في هذه المرحلة التقى الطرفان في منطقة وسط أو ما شابه؟ نعم دينا، بعد التحية نستطيع القول أن فرنسا تريد تعديل المسار من خلال التواصل مع قوى فاعلة في المنطقة وبصفة خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها بعض من وزراء الخارجية العرب والدول الإسلامية إلى العاصمة الصينية فرنسا، ومن خلال بيان لقصر الإليزي أكدت على أن هذا الاتصال كان له الكثير من أو ناقش عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين. الصين معروف أنها أهم شريك تجاري لفرنسا، والاتصال ناقش أهمية أن تزيد الصين من المساعدات الإنسانية، وبصفة خاصة أن حجم المساعدات لا يتناسب مع قوة كبيرة بحجم الصين. حجم المساعدات هو مليون دولار فقط سنويا، ولهذا فرنسا التي دعت إلى مؤتمر إنساني لدعم غزة بما نشاهده على الأرض من كوارث كثيرة في هذا القطاع تستحق من الصين أن تقدم بصورة أو بأخرى أكثر دعم. وأيضا فرنسا تراهن على موقف سياسي من الصين، وبصفة خاصة أنها تربطها الكثير من الامتيازات والعلاقات المتميزة بدول المنطقة على حسب البيان. إذن قبل زيارة منتظرة دينا لوزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى بكين الخميس القادم، من المنتظر أن تلتقي خلالها وزير الخارجية الصيني، فرنسا تحرص على البذل الكثير من الجهود في اتجاه التهدئة. هذه التهدئة التي تحدث عنها مصدران مقربان لوكالة فرانس بريس أن هناك هدنة إنسانية لمدة 5 أيام قابلة للتجديد يجري أو جرى الاتفاق عليها، وفرنسا من خلال هذه المكالمة من رأس السلطة من الرئيس إيمانويل ماكرون أكدت على أهمية حل الدولتين كما أشرتي، وأهمية أن تقوم الصين بمساعدة فرنسا في هذا الاتجاه، وعلى ألا تمتد هذه الحرب لتصبح حرب إقليمية في المنطقة، مما سيؤدي بصورة كبيرة جدا إلى حدوث خسارات أو خسائر كبيرة سواء سياسية أو اقتصادية أو تجارية. شكرا جزيلا لك خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من مارسيليا.